معكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. رجعنا في بودكاست ديالنا أبو كادو في الحلقة الأولى من السيزن الثانية اللي قلنا غيكون الموضوع ديالها على الزواج وكل ما يتعلق بالزواج. لذلك موضوع هذه الحلقة غادي يكون شنو هو الزواج، شنو هو المفهوم ديال الزواج، why do we get married، يعني علاش حنا أصلا كنتزوجوا، فشنو هو هذا المفهوم هذا، واش حنا عندنا مفهوم صحيح ليه، لانه الا كنا واحد الحاجه اللي حنا مقدمين عليها ولا باغيين نديروها، ولا هي في الاول وفي الاخير يعني واحد الحاجه اللي خاصها الدار، ماشي يعني خاصها ولكن المهم يعني كدار، فخصنا نكونوا فاهمينها الفهم الصحيح ليها، شنو هي وعلاش كتدار، باش ما يكونش عندنا فيها اخطاء، وباش في الاخر نوصلوا لواحد الزواج اللي هو زواج سعيد، زواج اللي هو مبني على اسس اللي هي صحيحه. لذلك اول حاجه خصنا نفهموا شنو هو هذا المصطلح اصلا ديال الزواج وشنو المفهوم ديالو. طبعا طبعا، يلا شنو تيبان لك اول فكره كتجي لك على البال؟ هو انا اول حاجه بغيت نقولها هو انه انا شخصيا ما يمكنليش ندوي على الزواج ونشرحه هكا بلا ما نربطه بالدين. يعني خصنا اول حاجه نكونوا واضحين مع نفوسنا، واش انا كنتزوج حيت شي حاجه جزء من الدين ديالي، واش باغي المرجع ديالي يكون هو القران وهو السنه، ولا بغيت داك الزواج ديال الحب والزواج الامريكان وانس يو فول ان لاف اول نظره، الحب من اول نظره وهكا صافي خصك تزوج. فانا اش من زواج اللي انا باغي المرجع ديالي يكون، ولكن ما كيعنيش انه الا كان مرجع اسلامي ما غاديش يكون فيه الحب وما غاديش يكون لا لا بطبيعه الحال، لا غير هو يعني فاش انا نقول شي ايات القران ولا هكا الواحد عاوتاني ما يفهمهاش بانه تشدد، ولا لان بالنسبه لي هذا هو المرجع صحيح، مش انني زعما تو تيك ذا رايت ستيب من وجهه نظر ديالنا بطبيعه الحال. يس فور شور. فبطبيعه الحال اول حاجه فاش كتقول زواج كتقول سكينه موده رحمه، هادو ثلاثه ديال الركائز اللي وصلنا بهم سيدنا عليه الصلاه والسلام، اللي من الاساسيات والاساسيات الفاندامنتالز ديال الزواج، لان خص تكون واحد الموده، حيت الحب ما نهضروش عليه، الحب خصو يكون، وتيلا ما كانش، الا ما كانتش الموده والرحمه والسكينه صعيب يكون حب، معناها تقبل من الحب خصو يكون هاد ثلاثه ديال الحوايج، وحتى الا ما كانش الحب الا كانوا غير هاد ثلاثه العناصر كيعاونوا بزاف باش العلاقه كتمشي زعما المستوى اصلا. راه يقال بان ديك الشعله ديال الحب راه كتطفى وحنا كنعاودو نشعلو، يعني ماشي داك الحب اللي كتحسو هو الهانيمون فاز، ماشي هو هذيك الفترة اللي انت كتحس بها بانك هذاك هو الشخص اللي كتموت عليه وكتبغيه وبغيت تكمل معاه حياتك وما الى ذلك، يعني واحد خلاوها يو فيل باترفلايز ان يور ستوميك، كتشوف قلبك كيبدا يضرب، هذاك الاحساس راه ما غاديش يبقى داك الفترة الزواج كامله، كيشعل مره وكيهبط مره، ولكن اللي كيخلينا مكملين ومرتبطين ونكونوا اسره، وتكون واحد الاسره اللي فيها حب وفيها واحد الراحه، ويعني تكون مبنيه على بزاف ديال الحوايج اللي ماشي صداع ومشاكل وما نعرف شنو. وهنا فين غندويو على يعني اللي تسكنوا اليها، طبعا هي السكينه، من اياتي ان خلق لكم ازواجا لتسكنوا اليها، فهذيك اللي تسكنوا اليها هي تو هاف ا بيس، يعني تترجع لديك الدار، ماشي غتلقى واحد اللي غيجلس يضرب فيك، ولا غتلقى واحد اللي غتجلس تنقر عليك، ولا يعني خاص ديك الدار فعلا فاش كترجع لك كتلقى فيها السكينه، كتلقى فيها السكون. وحنا نرجع للنقطه ديال انه الموده والرحمه هما اللي تيخليو بزاف ديال التفاهم، هما اللي تيخليو ما نفهمكش غلط، هما اللي تيخليو انه ما نجاجيكش، ما نحكمش على الافعال ديالك، بزاف ديال الامور اللي كتسلك المشاكل، لانه المشاكل ضروري ما كتكون، يعني ضروري ما غتكون، خصوصا كيف ما قلت من بعد ما كيدوز داك الفتره ديال الهانيمون، الفتره الاولى اللي واحد الهانيمون ما كنقصدوش به زعما باش الناس يفهموا، ما كنقصدوش به هو داك شهر العسل ديال مورا الزواج، لا، هانيمون فاز اللي كتكون في العواطف وكتكون في المشاعر، مجرد ما كتعرف على داك الشخص وكتبدا تحس بمشاعر تجاهه ديال الحب ولا شنو ما كان، هذيك هانيمون فاز في العواطف ديالك انت اللي ممكن تكون قبل الزواج وفي الفترة الأولى ديال الزواج، اللي الواحد فيها فعلا كيتساهل وكيدير راسو ما شافش وما تيتعصبش كيف ما خصو مثلا، ولا الحاجة اللي كديرونجي تقدر ما ديرونجيش كيف ما خصها ديرونجي، لدرجة أنه كيدوز وتيسامح وتيعطي، فاش كتسالي داك الوقت إلا ما كانش فعلا داير في باله أنه المودة والسكينة اللي هضرنا عليها كيولي صعيب بزاف أنه يكمل في داك العلاقة.
وهنا كنجيو لذاك الواحد الا كان ما كانش عنده واحد واحد سبيريتشوال كوميتمنت، لانه الزواج هو واحد الميثاق غليظ، لانه عهد مع سيدي ربي انه غادي تعيشوا بجوج بكم في اطار صحيح، انه غادي تعاونوا غادي تساندوا غتهلاو في بعضياتكم، ما غدرها ما غادي يضرك. ولذلك هادو تيبانوا لي انا الاساسيات صراحه في هذه العلاقه. فواحد المحاضره ديال ياسمين مقايد وكانت كدوي على هذا البيربوس اوف ماريج، زعما علاش اصلا الواحد كيتزوج، وقالت داك الايه ديال هن لباس لكم وانتم لباس لهن، ودوات على علاش الله عز وجل اختار لباس، شنو هو هذا اللباس اصلا، حنا فاش كتلبس الحوايج شنو كيديروا لك، ودوات على ثلاثه ديال النقاط اللي هما اول حاجه قالت بان اللباس فاش كنلبسوه باش نبانو زوينين، سواء انا ولا الطرف الاخر في العلاقه خصنا نحاولوا نجملوا بعضياتنا، نطوروا من بعضياتنا، نقويوا بعضياتنا. وكل ما كانوش الحوايج فعلا كيزينوا من الشخص، ما كانوش الناس يمشيو ويختاروا حوايجات اللي زوينين ويخسروا عليهم بزاف ديال الفلوس الا ما كانوش غادي يوريهم بطريقه زوينه. وهذا هو الهدف، انا هو الكابل ولا جوج ديال الناس كيخصهم يزينوا بعضياتهم، يحسنوا بعضياتهم، يتعاونوا بعضياتهم انهم يكونوا احسن واجمل. النقطه الثانيه اللي فاش كندويو على اللباس هو شي حاجه اللي كتغطينا وكتسترنا، فهنا واحد النقطه مهمه واللي كتاثر في العلاقه وفي الزوج بزاف، هو نسر العيوب ديال الطرف الاخر اللي معايا في العلاقه. ماشي بضروره نمشي عند امي ونقول لها واه كيدير واه كيفعل، نمشي عند صحاباتي ونبقى نقول واه كيدير واه كيفعل، هذاك خصنا نكونوا ستر لبعضياتنا، تكون واحد الخصوصيه في طبيعه الحال. الام طبيعه الحال حيت انا دائما كنت كنفكر واحد الهضره قال لي الوالدين، قال لي انتم تقدروا تدوزوا من الحاجه، ماشي قبل من الزواج كنصان هذه الوصيه، قال لي انتم تقدروا تدوزوا من واحد الخلاف ولا تعاود الناس اللي برا هما تيعقلوا عليه، وانتم تقدروا تنساوه وتدوزوا عليه هما كيبقاو عاقلين عليه وتيحكموا عليكم داك الخلاف ديالكم. ولذلك ما كاين حتى شي فائده انهم تخرجوا المشاكل ديالكم وتخرجوا، ما دام انكم تقدروا تحلوهم طبيعه الحال لبعضياتكم، طبيعه الحال كيكونوا الى 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 مدى اذا كان كيتعاود وما تقدرش يتحل، داك الساعه خصكم تشوفوا اخصائيين ولا تشوفوا شخص ثالث، طرف ثالث اللي يقدر يعاونكم فيه. والنقطه الثالثه اللي هو انه كنلبسوا مثلا كنلبسوا الحوايج باش يحميونا من البرد، مثلا فاش كتكون الشتاء وهكا فكتلبس موطو هكا، فالزواج في نفس الوقت والطرف الاخر خاصو يكون حمايه للطرف الاخر، خاصني نحميك، خاصني نخاف عليك، خاصني نتهلا فيك. يعني بزاف ديال الامور، مثلا زعما من جزء من هذاك لباس لكم نكونوا مثلا في مجمع ماشي نجلس نضحك فيك الناس، بالعكس نكبر بيك ونقدرك، هادشي كله مهم. هادشي كله هو مفهوم ديال الرابطه الزوجيه، ولا شنو كيجيب لك وشنو خصو يجيب لك الزواج، معناتها قلنا تجميل وستر وحماية بطبيعة الحال. عاوتاني واحد شيخ صراحة ما عرفش شنو سميته، ولكن قال واحد النقطة ضحكتني بزاف، قالك الله عز وجل قال في الآية وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يعني ذاك الزواج it's made for paradise it's made for heaven بالأحرى، هو الزواج هو أنه الدار باش أنك تسكن الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. قالك فإذا كنتي كترجع لديك الدار وانت حاس بحياتك في زواجك راك عايش في جهنم، دونك دير سمثينغ رونغ، شي حاجه ماشي غير بدل غير شوف شنو واقع. فالمفروض الزواج يكون كانك يعني عايش في الجنه، لانه اتس ميد فور ذا اتس ميد تو بي ان هيفن. قبل ما نختمو كاين انواع ديال التفكير في الزواج، كل واحد فينا كيفاش كيفكر في الزواج، وبغيت ندوي على واحد ثلاثه الانواع بالضبط. اول نوع هو داك النوع اللي كيفكر بطريقه شهوانيه ولا بطريقه جسديه، يعني الحاجات الجسديه ديالو، وخصنا نعرفوا بانه كنوصلوا لواحد السن كيولي عندنا القابليه اننا نتزوجوا، ممكن نتزوجوا يعني فوق 16 عام راه ممكن، يعني ممكن انه بالبلوغ. ولكن علاش بزاف ديال الوالدين ما تيقبلوش انه ولادهم اللي تينيجرز ولا مازال صغار واخا جسديا ممكن انهم يتزوجوا، كافيش لانه مازال غادي تحتاج واحد النضوج اللي هو عاطفي وعقلي، يعني فكري. فكري
ومادي، لانه هو ولانه هو اللي غادي يخليك تكون واحد العلاقه زوجيه اللي هي سعيده. سينو انت مازال عاطفيا وعقليا مازال ما مستعدش، غير غير جسديا اللي مستعد. ما تقوليش دوي على الزواج ولا غتقدر تبني واحد الاسره اللي هي. ودابا حاليا راه كنشوفوا بزاف ديال دوك الكابلز، اصغر كابل متزوج في المغرب راه كتشوف المصايب اللي كتخرج منهم، لانه ما توفروش فيهم نفس جسديه فقط، يا ما توفروش فيهم ديك الشروط كامله. كاين واحد النمط اخر، ولا واحد هو داك النمط المثالي، دوك اللي كيعيشوا في الاحلام وفي الاحلام اللي يجي لي فوق الحصان ديالو، وديك البنت اللي ما نعرف كيفاش غتكون زوينه باغبي وما نعرف شنو، داكشي اللي كنشوفه في الافلام التسويق السوشيال ميديا. فداك الناس اللي كيبنيو الزواج على كل ما هو خيالي رومانسي بعيد عن الواقع، اون فوا كيوقع في حب الطرف الاخر كيشوفو بمثال، يعني ماشي يشوفش المشاكل ديالو. علاش كيقول لك عين المحبي يعني راه ما تشوفش. وشحال مره نقدروا نشوفوها غير من صحابنا القرب، كيكون شي واحد اللي قريب لك وعزيز عليك واخا تيكون فيه شي ديفو هذيك وبزاف، وفاش كتبعد علاش كتقول واش انا ما كنتش كنشوف داك الشيء، كيفاش ما كنتش كنشوف؟ لانك انت كنتي كتشوف داك الانسان بعين محب وبطريقه مثاليه، وخصوصا الا كان عندك تصور الزواج هو شيء اللي خرافي مثالي داك الشيء ديال الاحلام. فهذا هو غادي يخليك انه ما غاديش تتكون ولا ما غاديش تبني واحد العلاقه في الزواج اللي مبنيه على امور صحيحه. وكان نمط اخر واللي هو الناس اللي كيكونوا وسواسيين، يعني كيكون دائما كيقول يترقب الفشل في الزواج في طبيعته، يعني غيكون في طبيعته ماشي غير في الزواج. لا علاش؟ لانه خايف اول حاجه ربما تيكون مازال ما قدرش يلقى خدمه، ما توفروش فيه الشروط اللي تقدر تخليه انه يكون واثق من نفسه انه غيقدر ان يفتح بيت، يعني ولا كيكون يعني عنده تخوف من بسبب الامكانيات ديالو ما كافياش يعني باش انه هذا. وثاني حاجه هو انه كاينين الناس كيكونوا كيخافوا من المسؤوليه، لان الزوج مسؤوليه سواء بالنسبه للولاد ولا للبنات، سواء مسؤوليات ماشي مسؤوليه طبيعه الحال. فهادو ما خصش يكون الزواج مبني على هاد الانماط هادو في التفكير. وداكشي علاش باش قلت لكم في الاول اسلم وامن، وشوفوا فاش دوينا من ناحيه الدين شحال كان بزاف ديال المصطلحات غزاله وزوينه، سكينه موده طمانينه رحمه ليك يغطيك يجملك، كانوا بزاف الحوايج اللي زوينه اللي كلنا مكرهناهمش يكونوا في الزواج. ولكن بغيت ندير واحد الاضافه هنا للناس اللي عندهم شي شويه الحساسيه في هذه النقطه هذه، الا كان شي واحد عنده هاد المبادئ هادو ومشى في هاد الاساس هذا وتزوج وما احترمهمش، ولا كان عنده مثلا مشاكل في واحده من هاد النقط هادو، ما كيعنيش انه الاسلام ولا الدين ديالنا هو اللي فيه هاد المشاكل، ولكن تيبقى تطبيق شخصي اللي بطبيعه الحال ماشي سهل انه يتطبق 100%. كان يحاول الواحد يطبق فيه، وكاين نقاط اللي كيكونوا صعاب اللي خصو يجتهد فيهم الواحد اجتهاد متواضع باش يحاول ينجح فيهم. وهنا كنرجع للنقطه ديال انه العلاقه ماشي هو بناء، ماشي شي حاجه اللي كتكون واجده، كيكون واحد البناء ديال ستيب افتر ستيب، واحد الخطوات اللي كيكون فيها واحد العمل. وكيف ما قالت نوره الحب كيطلع وكيهبط، يعني مثلا ما نقولش بانه الحب ديما تيكون في واحد النقطه وغادي تطلع، بانه ما خصش تزوج بدون حب، راه كيقول لك where there is love there is life. اوف كورس، يعني راه ضروري ملي تكون الحب تكون حياه، غير هو ما يكونش الاساس اللي مبني عليه الزواج هو الحب فقط. يعني انا صافي بغيت هذا الشخص، وشنو اخر علاش بغيتي تزوجي به؟ حيت كنبغيه، نقطه سالينا. ما يمكنش، لان هذاك الحب راه الزواج من مورا ما كتزوجوا، الحب بوحدو ما كافيش باش انه باش تكمل العلاقه. خاص تكون الزواج عاوتاني صحبه طبيعه الحال، لانك جوج الناس اللي غيكملوا الطريق مع بعضياتكم ماشي شحال من عام. راه فاش كتجي تكون غتكون مع شي واحد 3 سنين راه تبقى تفكر وتخطط، ولا مثلا كتكون غدير غير بيزنس مع شي واحد كيخصك ما نعرف شحال. وتخيل مع هذا الانسان غتعيش معاه حياتك كامله كل نهار، خاص تكونوا فيه بزاف ديال الشروط وبزاف ديال الامور تما ضروري خصنا ندويو عليها. غير هو حنايا ما نخافوش كيف قال خليل، وما نحشموش انه we want to hear from God. يعني كاينين
شنو كيسميو اخصائيين اجتماعيين وتا هادوك نسمعوا منهم بحال مثلا كاين بزاف كيديروا بزاف ديال الدراسات داكشي نسمعوا منه ونستافدوا منه ولكن we want to hear from from God لان الله عز وجل هو اللي عارف شنو اللي makes our زعما حياتنا سعيده وحنا سعيده ولذلك كنرجعوا للنقطه الاساسيه لانه الواحد خصو يدير النيه ويرجع النيه الا ما كانش انه الزواج هو واحد الهدف ديالو هو انه تيديروا لوجه الله انه حنا تنقولوا في الدارجه ديالنا الواحد الزواج تيكمل به الدين ديالو دونك فعلا الزواج خص تكون النيه ديالو انها ينوي بها واحد العمل سيد ربي انه الزواج هو علاقه لوجه الله وانه الهدف ديالها هو الاخره. في الختام كاينه ماما حدايا نطلبوا منها تختم لينا هذه الحلقه ديال هذا البودكاست. ماما بغينا نسولك بحكم انك كنت عندك الاكسبيريانس كثار من يعني السنوات اللي تزوجتي انت ما جيتا 11% من داكشي اللي تزوجنا حنا. واي دو وي جيت ماريد؟ علاش كنتزوجوا؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يعني نسالوا لماذا الزواج ياك؟ فاول شيء يعني نستجيب للفطره، الله سبحانه وتعالى خلقنا زوجين اثنين، كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى زوجين، فإلا بغينا نكملوا الحياة ديالنا في استقرار وفي سكينة وفي مودة وفي رحمة لابد أن نستجيب لفطرتنا التي خلقنا عليها الله سبحانه وتعالى. الناس اللي يعني ما استجبوش لهذه الفطرة هما الناس اللي مثلا بقوا كيبحثوا على أشياء أخرى، كيبحثوا على الراحة ديالهم في المال، كيبحثوا على الراحة ديالهم في الجاه، كيبحثوا على الراحة ديالهم في الأنا، في إشباع الذات، إشباع الرغبات، دون أن يستجيب لما خلقه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. في هذا التعارف لما بحثناش عليه ما بين الرجل والمرأة، ما بين الزوج والزوجة، يحدث التعارف يعني الداخلي اللي عن طريق إنشاء أسرة، غتبقى دائما أنت ضائع، تحس بالضياع، كتحس براسك بأنك فرد مهما تحقق من نجاح، تحقق من رقم، كتبقى يعني وحيد، وكتبقى ما كتحققش السكينة اللي المفروض أنك تلقاها وغتلقاها في الزواج. شكرا بزاف على المداخلة ديالك. كنتمنى أن هذه الحلقة ما كانتش طويلة عليكم، كنتمنى أنه وضحنا لكم من وجهة نظرنا شنو مفهوم الزواج بالنسبة لنا. Why we get married. نتلقى في الحلقة الماجية إن شاء الله. سهلا فريوسكم، وما تنساوش تخليوا لنا كومنتر، ما تنساوش أنكم تبارتاجوا البودكاست مع الناس اللي كتبغيو، وما تنساوش تكتبوا لنا المواضيع والأفكار ديالكم كذلك، يعني شنو رأيكم ثم علاش we get married. وشكرا لكم وصلوا فراسكم، إلى اللقاء.